وحول احتفالات الكنائس المصرية المختلفة بالعام الميلادي الجديد ينضم إلينا على الهواء مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من كنيسة البازيليك، ومعنا أيضا كريم بيبرز من كنيسة سانت فاطمة. أبدأ معك أحمد، وصف لنا الأجواء الاحتفالية لديك. نعم إيمان ومصطفى، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، وشعب مصر العظيم بألف خير. نحييكم من هنا من هذه الكنيسة التاريخية، كنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة. هذه الكنيسة التي استعدت وتزينت لاستقبال العام الجديد 2024. بدأ القداس هنا في تمام الساعة 8 مساء. الأب بولان راعي الكنيسة هنا قام بترأس القداس، وبدأ القداس أو بدأت الصلوات بترنيم للمايسترو رفيق عطلة، حيث قدم ومعه قرال، ويمكن هذا القرال الذي أيضا مستمر من خلفي بقيادة المايسترو رفيق عطلة استمر حتى هذا الوقت، بالإضافة إلى بعض العظات التي قدمها الأب بولان في هذه الأمسية وهذه الاحتفالات استعدادا واستقبالا للعام الجديد. رسالته كانت أن يعم السلام على كل أرجاء العالم. هنا في منطقة الشرق الأوسط نحن نتحدث عن هذه الاحتفالات هنا برأس السنة الميلادية، وكانت الكنيسة هنا أيضا قد احتفلت في ليلة 25 من ديسمبر باحتفالات عيد الميلاد المجيد. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير أحمد، أرجو أن تبقى معي. أتحول لنقل الاحتفالات في كنيسة سانت فاطمة حيث يتواجد مراسلنا كريم بيبس. كريم، كيف تنقل لنا الاحتفال لديك بعيد الميلاد المجيد؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة العام الجديد. نتحدث هنا من مصر الجديدة أيضا وبازيليك سانت فاطمة هنا برئاسة بالطبع الخور أسقف بولس ساتي. هذا يعني الاحتفال اليوم ربما اقتصر في الأساس على أداء الصلوات، وبعد ذلك بالطبع جزء من ترانيم احتفالات عيد السيد المسيح وميلاد السيد المسيح، ولكن كانت يتوسط هذه الاحتفالات البسيطة ربما عظة للمواطن، وهذه العظة كان من أهم كلماتها هو عدم التزين وعدم ظهور مظاهر الاحتفال بشكل عام بالعيد الجديد إلا بالصلوات والدعوات، وهذا تضامنا مع الأشقاء في فلسطين وتضامنا مع القضية الفلسطينية بشكل عام. اقتصرت الاحتفالات بألا يتزينوا وألا يلبسوا الملابس الجديدة، ولكن فقط الصلاة من أجلهم ومن أجل يعني السلام بشكل عام في العالم. وأيضا يعني ربما كان هناك كلمة لبعض الشماسين الذين تحدثوا اليوم في الكنيسة وتحدثوا عن أنه ينتهي عام بالفعل بدون سلام وعدل، ولكن ربما آملين في عام جديد بسلام وعدل يعني يصل للعالم أجمع، وخصيصا للأشقاء في فلسطين. ربما هذه الصلوات بدأت بالفعل منذ تقريبا 8:30 مساء وتستمر حتى الآن بينما نحن نتحدث، إما بالصلوات الفردية أو حتى الصلوات الجماعية أو حتى الترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح. ربما هذه الكنيسة بالفعل احتفلت بميلاد السيد المسيح في 25 من نفس الشهر، أي منذ أسبوع تقريبا، ولكن يستمر هذا الاحتفال ربما بالصلوات وتستمر حتى الأسبوع القادم بعدد من الصلوات على مدار الأسبوع، إما الجمعة أو السبت، أو حتى يعني استمرارا حتى 5 يناير والسادس من يناير وحتى استمرارا لعيد القيامة. أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من كنيسة سانت فاطمة كارين بيبرز، كما أشكر أيضا أحمد الحسيني المتواجد في كنيسة البازيليك. شكرا لكما.